الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. ما بعد، لازلنا في الكلام على كتاب الفضائل في باب فضل قيام الليل من كتاب رياض الصالحين الحافظ النووي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينوع في أحواله في العبادات والطاعات، ومن ذلك الصيام والقيام. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس يفطر من الشهر حتى يظن أنه لا يصوم، ويصوم حتى يظن أنه لا يفطر. وكذلك في صلاة الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل ولا يترك قيام الليل صلاة ربي وسلامه عليه، ولكن معنى قول أنس رضي الله عنه: وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا لا رأيته ولا نائما لا رأيته، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع في وقت صلاة الليل، فكان يصلي في أوله، في وسطه، في آخره، ولكن استقر أمر النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كان يقوم الليل في آخره، كان يقوم الليل في آخره، لأن هذا هو الوقت الأفضل والوقت الأكمل. ثم قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، تعني في الليل، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. رواه البخاري. هذا الحديث فيه عدد الركعات التي كان يركعها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، فقد جاء أنه يصلي 11 ركعة كما في هذا الحديث، وجاء في حديث ابن عباس أنه كان يصلي 13 ركعة، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع بين هذا وهذا، 11 ركعة و13 ركعة صلاة الله وسلامه عليه. وقال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة دائماً، وأما في الحديث الذي كان يصلي 13 ركعة قالوا أنه قد حسب معه ركعتي سنة الفجر، وقيل حسب معه ركعتي سنة العشاء. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، فإن صلى الرجل 11 ركعة أو 13 ركعة أو أكثر من ذلك فصلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر. ولكن في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة: يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاة الليل إطالة كبيرة، كما قال سبحانه وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. وقد حسبها بعض أهل العلم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم كما ذكر الله عز وجل في هذه الآية: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، لو كان يصلي في الشتاء فيصلي 7 ساعات، فيصلي 7 ساعات في قيام الليل، وكل ذلك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل قيام الليل إطالة، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها: حتى تتفطر قدماه شكرا لله عز وجل. ثم قال: ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. وقد مرت علينا هذه المسألة في دروس سابقة. وقال رحمه الله عنها: يعني عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وهذا الحديث فيه فوائد، أولها
قول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، فهل يعني ذلك أن الزيادة على 11 ركعة مخالفة للسنة؟ الزيادة على 11 ركعة في صلاة الليل ليست خلافا للسنة، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في رمضان زادوا إلى 23 ركعة، وعلى هذا كان إجماع الصحابة، وذلك لأن الصحابة فهموا رضي الله عنهم أنهم إما أن يقوموا كما قام الرسول في طول القيام والركوع والسجود، أو أنهم يخففوا ويكثروا من الركعات، فأخذوا بالثاني الذي هو أخف عليهم، لأنهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى ما وصل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فزادوا عدد الركعات وقللوا القراءة. فدل هذا على أن الزيادة في الركعات في قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان أنه لا بأس به ولا يخالف السنة. وفي قول عائشة كان لا يزيد على 11 ركعة، هذا على حد علم عائشة رضي الله عنها، وإلا فإنه قد ثبت في الحديث الآخر حديث ابن عباس أنه صلى 13 ركعة كما ذكرنا قبل قليل. وأيضا المسألة الثانية كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ويصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة، يعني أربع ثلاث. قد مر علينا الكلام على هذه المسألة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها سردا أربع سردا وأربع سردا وثلاث سردا، أم كان يصليها مثنى مثنى؟ وإنما ذكرت عائشة هذا من باب الإجمال، على خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم شدد في هذا وقال إن من يصلي أربعا سردا هذا يعني مخالف للحديث ومخالف للفهم الصحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مثنى مثنى كما تفسره الرواية الأخرى. ولكن الصواب والله أعلم في هذا أن هذا يجوز وهذا يجوز، وأن هذه حال وهذه حال، فلو صلى مثنى مثنى فلا بأس، وإن صلى أربعا سردا فلا بأس، كما ذكرنا حديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلاة العشاء ثم يذهب يصلي بقوم صلاة العشاء فيصلي الثانية نفلا تعتبر من قيام الليل، فكان يصليها سردا من دون أن يسلم بين الركعتين، فدل هذا على الجواز. ولكن لو خرج الإنسان عن الخلاف وصلى مثنى مثنى فلا شك أن هذا أحسن وأفضل. هنا قالت عائشة والمسألة الأخيرة نختم بها، قالت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ثم يقوم فيوتر، فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذه من خصائص الأنبياء كما ذكر أهل العلم، ومن خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم بالذات، ولذلك قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام فإن نومه لا ينقض الوضوء، فإن نومه لا ينقض الوضوء، وهذا من خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه، لأن عينيه تنامان وقلبه لا ينام صلوات ربي وسلامه عليه، وذلك لأن قلبه يعي الوحي حتى وهو نائم، فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم قد يرى الرؤية من الوحي فيكون قلبه واعيا فلا ينام قلبه صلوات ربي وسلامه عليه، فدل ذلك على أنه إذا نام فإنه لا ينتقض وضوءه صلوات ربي وسلامه عليه. ويدل على ذلك حديث أخر، يعني هذا استنباط لكن هناك حديث أخر تدل على ذلك، منها قول عائشة هنا أتنام قبل أن توتر، فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، هذا لأنه يقوم ولا يتوضأ، لأنه صلى الله عليه وسلم عليه لو أحدث لشعر بذلك، لأن قلبه واعيا، لأن قلبه واعي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم. والحديث الثاني الذي يدل على هذه المسألة حديث ابن عباس عندما صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم صلى ثم نام ونفخ، يعني استرسل في النوم كما يقول ابن عباس، ثم قام لصلاة الفجر ولم يتوضأ، نص حديث ابن عباس قال ثم قام لصلاة الفجر ولم يتوضأ، فدل هذا على أن نوم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من خصائصه، وإلا فبقية الناس النوم ناقض من الوضوء، النوم المستغرق الذي لا يشعر به المرء، فدل هذا على أن نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء لأن عينيه تنامان وقلبه صلوات ربي وسلامه عليه لا ينام.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.